أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. إلى ملفنا الثاني في إقليم كتالونيا، إذ وفي عين إعصار سياسي وضع إقليم كتالونيا مدريد في مأزق حقيقي عندما أعلن برلمان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي أعلن موافقته على الانفصال عن إسبانيا. تطلعات الكتالان للانفصال وإعلان دولة ليست وليدة هذه اللحظة، فالإقليم يتقلب ما بين الاستقلال والحكم الذاتي والخضوع التام لحكومة مدريد على مدار قرن أو يزيد. وتاريخ الإقليم الغني بالثروات والباحث عن الانفصال غارق في المعارك والدماء والنضال من أجل الاستقلال، وتشير التطورات الأخيرة إلى أن مدريد على أعتاب مواجهة ساخنة مع برشلونة، ولكنها في هذه المرة تمتلك مزيدا من الأدوات وقد تحظى بدعم دولي كفيل بقلب موازين المعادلة لصالح العاصمة الأم. قرن من الكر والفر مر على إقليم كتالونيا في محاولته للتخلص من وصاية مدريد وتحقيق الاستقلال. في عام 1914 تمكن إيريك برات دي لاريبا رئيس الحكومة المحلية من تحقيق الوحدة الإدارية بين مقاطعتها الأربعة واقتنص درجة من الحكم الذاتي، لكن الحاكم الأسباني أجهض أحلام الإقليم بالاستقلال وألغى إدارته وحظر اللغة الكتالانية. بحلول عام 1934 نجح زعيم الحزب الجمهوري فرانشيسكو ماسيا في إعلان إقامة جمهورية كتالونيا عاشت لمدة 3 أيام فقط قبل أن يوافق على الانضمام للجمهورية الإسبانية حديثة الولادة مع الاحتفاظ بالحكم الذاتي. وفي عام 1936 واجه الإقليم تحديا هائلا عندما قاد الزعيم الإسباني الجنرال فرانكو تمردا عسكريا على الجمهورية الإسبانية بدعم من هتلر وموسوليني، سرعان ما تحول إلى حرب أهلية شاملة كان نصيب كتالونيا فيها 50,000 قتيل سقطوا على أرض المعركة وأكثر من 200,000 اضطروا إلى الفرار من ديارهم، ما إن حطت الحرب أوزارها حتى نفذ فرانكو حكم الإعدام بحق رئيس حكومة جمهورية كتالونيا المنتخب، وتم إعدامه رميا بالرصاص في ميدان عام. وبسقوط الجمهورية وانتهاء الحرب الأهلية عام 1939 استتب الحكم لفرانكو لأربعة عقود حكم خلالها بقبضة من الحديد والنار، وكان أشد قسوة على كتالونيا حيث ألغى الحكم الذاتي ومنع اللغة وأعدم 4,000 معارض كتالوني. بموت فرانكو عام 1975 دخلت كتالونيا مرحلة جديدة حيث شهدت بعدها بعامين عودة رئيس الحكومة من المنفى، وشهدت برشلونة مظاهرة حاشدة تطالب بالحكم الذاتي. ومنذ ذلك الحين بدأ الإقليم عدة محاولات للاستقلال تخللها نشاط سياسي وميداني اتسم بالعنف أحيانا، وانتهت هذه المحاولات باستفتاء الانفصال قبل أسابيع والذي قاومته مدريد وأصرت برشلونة على المضي فيه لتضع مدريد في عين إعصار سياسي قد تمتد آثاره لسنوات. ولمزيد من إثراء الحديث معنا على الهواء مباشرة الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك أستاذ بهاء. يعني في البداية إذا كنت قد تابعت هذا التقرير الذي تحدث عن هذا التاريخ، تاريخ يعني قديم جديد في محاولات كثيرة لإقليم كتالونيا للانفصال عن الأمة، إذا السؤال الذي يلوح في الأفق الآن يعني لماذا هذا القرار الذي يأتي ما بين الحين والآخر من قبل إقليم كتالونيا في محاولة للاستقلال، وما بين أيضا أن يكون هناك محاولة أخرى للاحتفاظ بالحكم الذاتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. أولا دائما ما يشعر مواطنين كتالونيا بأنهم لا ينتمون لجمهورية أسبانيا بحكم التاريخ واللغة واختلاف الثقافة، كما دائما منذ احتلال أسبانيا لكتالونيا والمناوشات والصراع دائما بين الحكومة المركزية في أسبانيا وما بين كتالونيا، ودائما أسبانيا لا تستطيع حل المسألة بشكل جذري. أسبانيا فقط سنة 78 استطاعت بعد القضاء على حكم فرانكو
عقد انتخابات عقد تصويت على مسألة انضمام كاتالونيا وحكمها الذاتي، وأيضا على مسألة توحيد الأمة. وافقت إقليم كاتالونيا بنسبة 60% على البقاء داخل أسبانيا مع وجود حكم ذاتي لها. ومنذ ذلك الحين وكاتالونيا جزء من أسبانيا لكن في حدود الحكم الذاتي لها، وتتولى بعض الملفات مثل التعليم والصحة إدارتها مع الولاء الكامل لأسبانيا. ولكن الآن أستاذ بهاء، يعني هناك حالة من يعني الجذب والشد وإجراءات حازمة عقابية من قبل إسبانيا، وعلى الصعيد الآخر هناك حالة من التشبث بهذا الاستقلال عن يعني الحكومة الأم. إذن ما السيناريو الذي يلوح في أفق إسبانيا الآن وإقليم كاتالونيا؟ إلى من ستكون الكفة راجحة؟ على المستوى الإقليمي الكفة أرجح إلى الحكومة المركزية لعدة أسباب. السبب الأول أن الانتخابات التي تمت في كاتالونيا دائما لا تأتي بغالبية المواطنين. كذلك التصويت الذي تم في 2014 وكان رمزيا على الاستقلال لم يحظى بتأييد شعبي، فقط ذهب 37% من إجمالي المواطنين. مما يعني أن غالبية المواطنين لا يعنيهم الأمر. ورغم أن هذا الاستفتاء كان رمزيا إلا أنه يعطي دلالات هامة على هذه المسألة، أن غالبية المواطنين بعيدون تماما عن مسألة الاستقلال. ولكن الأعداد الكبيرة أستاذ بهاء، يعني هناك أعداد غفيرة في هذه الاحتفالات بالاستقلال عن أسبانيا، يعني أيضا ما هي دلالة هذه الأعداد التي يعني حوالي آلاف من المواطنين يحتشدون احتفالا واحتفاء بهذا الانفصال؟ مقارنة بعدد السكان الإجمالي نجد أن استفتاء أول أكتوبر لم يذهب إليه في حقيقة الأمر أكثر من 47% من السكان. إذا نحن نتكلم عن أكثر من نصف السكان لم يذهبوا للتصويت. نحن نتكلم عن استفتاء لم يحظى بشفافية تامة، حيث تم غلق الصناديق الاقتراع وتم فرزها دون لجان دون رقابة قضائية أو دون لجان إشراف، وبالتالي حتى نسبة التصويت غير يعني مشكوك فيها. وبالتالي نحن أمام تصويت غير نزيه غير حقيقي، وبالتالي لا يعبر حقيقيا عن غالبية سكان كاتالونيا. وبالتالي محليا لا أستطيع الحكم يقينا أن هذا يعبر عن غالبية الشعب. على المستوى الدولي لم يحظى الاستفتاء أو مطلب الانفصال أي دعم عالمي. يعني هذه نقطة ما كنت أود الحديث معك فيها عن يعني ردود الأفعال الدولية كما نراه، سواء كانت ردود الأفعال من قبل الاتحاد الأوروبي ومن الجانب الآخر من الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك أي دعم لهذا الاستقلال، ولكن يعد البعض هذا أو ما يحدث أو ما ردود الأفعال من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك بعض التخوفات في القارة العجوز من نزوح هذه الموجة من الانفصال إلى بعض الدول الأخرى، وخاصة أن هناك بعض المدن في إيطاليا تحديدا تسعى لأن يكون هناك انفصالا. الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي جميعا تمر أزمات انفصالية. فإذا نظرنا إلى خريطة هذه الدول نجد أن فرنسا تمر بحركة انفصالية، ألمانيا تمر بحركة انفصالية، لندن عندها نفس لديها نفس الأزمة، سواء في مطلب استقلال اسكتلندا أو مطلب انفصال أو تبعية أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية. وبالتالي داخل الاتحاد الأوروبي مطلب انفصال كاتالونيا غير مرحب به. على عموم المسألة الدولية من الصعب قبول انفصال جديد. الاتحاد الأوروبي لن يقبل، الدول الكبرى لن تقبل، حتى روسيا نفسها داخل أوساطها السياسية غير متفق على هذه المسألة. لا نجد تصريحا واضحا يدعم الانفصال ولا تصريحا واضحا يؤكد أنه ضده، بالعكس
في صمت، في عدم رغبة في التصريح رسميا عن المواقف. حتى بعض الحديث عن انه روسيا تدعم الانفصال غير مؤكد، وبالتالي لن نجد دعما حقيقيا وكافيا لدعم هذا الاستفتاء. ولكن هو فقط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في التصريحات تشير على أنهم لا يدعمون هذا الاستقلال، ولن يكون هناك أي مخاطبات أو معاملات رسمية إلا من خلال الحكومة الأسبانية. ولكن الحديث الآن أستاذ بهاء عن إجراءات أخرى عقابية، يعني رئيس الحكومة الأسبانية يعلن إقالة يعني رئيس الإقليم والحكومة ورئيس الجهاز وحل البرلمان، وسيكون هناك يعني إجراءات لانتخابات في الإقليم في شهر ديسمبر المقبل. إذن كل هذه الإجراءات يعني في جعبة الحكومة الأسبانية، ماذا في جعبتها في الفترات القادمة أو تحديدا في الأيام القليلة القادمة تجاه إقليم كاتالونيا؟ هي لديها بحكم الدستور صلاحيات بإنهاء الحكم الذاتي ورجوع كاتالونيا للحكومة المركزية، ولديها أيضا تفويض شبه رسمي بأن تفعل ما تشاء في كاتالونيا، لأن الدستور لم يضع، الدستور الأسباني لم يضع ماهية الصلاحيات. حتى البرلمان الأسباني نفسه منح صلاحيات واسعة لكيفية اتخاذ ما يلزم بالنسبة للحكومة الأسبانية. ومن ثم لدينا خريطة أحداث قادمة قد تصب كلها في، ولكن في الدستور الاسباني هناك يعني وفقا للقانون والدستور في الماده تحديدا 155 هناك في هذه الماده يعني عبارات واضحه فيما يخص الحكم الذاتي لاقليم كاتالونيا وايضا الحكم المباشر من قبل اسبانيا لهذا الاقليم. الماده نفسها تعطي صلاحيه انهاء الحكم الذاتي ورجوع تبعيه كاتالونيا ل الحكومة المركزية، لكنها أيضا أتاحت المجال للحكومة المركزية أن تفعل ما تريد كصلاحيات لإنهاء هذا الحكم الذاتي. وبالتالي نحن أمام حكومة لديها صلاحيات واسعة، لدينا برلمان لديه صلاحيات أيضا واسعة أن يفعل ما يريد، لدينا دعم دولي للحكومة المركزية، لدينا دعم إلى حد ما نستطيع قوله أنه داخل انقسام شعبي، أقصد داخل كاتالونيا نفسها. وبالتالي مصير الاستقلال قد يكون صعب إذ لم يكن مستحيلا، يعني خاصة أنه أسبانيا نفسها لا قد تستطيع أن تقمع هذا الاستقلال، أن تعود ب كاتالونيا إلى على عهد فرانكو تحديدا في مسألة الاستقلال، لأنها لو سمحت بالاستقلال فهي قد تكون بداية مطية لإنهاء أسبانيا نفسها. لديها إقليم الباسك، لديها في شمال أسبانيا أيضا فالنسيا، ولديها أكثر من منطقة تريد الاستقلال، فإذا سمحت لكاتالونيا فإنها تسمح بتفتت أسبانيا عموما. نعم وضحت هذه الفكرة تماما. الأستاذ الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم، ولكن وفي ملفات الحصاد بعد قليل. تقرير أممي جديد حول سوريا، هل من ضغوط تمارس على دمشق؟ وعلامات استفهام تطرح حول أهداف التقرير الصادر عن المنظمة.